فقدوا أبهاتهم هيك بدون سبب. الجهة اللي كان قامت فيها مجهولة. أعداد مرتفعة رميت في هذه الحفرة التي تمثل مصدر تشاؤم لأهل نينوى. بمسميات وصفات مختلفة ومن مناطق متفرقة من نينوى، ضمت هذه المقبرة الجماعية آلاف الضحايا، لكنها بعد التحرير بقيت طي الكتمان. قبل حوالي شهر شكلت لجنة من مؤسسة الشهداء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. حضرت اللجنة في الموقع، كان واجب الدفاع المدني مرافقة هذه اللجنة. شاهدنا وعورة الموقف، يعني الموقف كان جدا شائك، واللجنة يعني راح تقدم تقرير بهذا المجال بعد فترة للإجراءات اللي ممكن اتخاذها، لكنه عموما هو الإجراءات التي تتخذ هو يعني أكبر من إمكانيات مديرية الدفاع المدني، فيحتاج تدخل دولي في هذا الموضوع للوصول إلى نتائج في هذا الملف. طلعنا على آخر المستجدات في الإحصائيات اللي ذكرت أن هنالك أكثر من 4000 جثة يتوقع أنها داخل هذه المقبرة. كذلك صار مطالبة للحكومة المحلية والاتحادية بتوفير تخصيصات مالية لدعم مؤسسة الشهداء، فريق الوطني المعني برفع بقايا الشهداء، ولدعم الطب العدلي، قسم الطب العدلي في نينوى لرفضه بالمستلزمات الفنية اللي ساعد في التعرف على الدي ان اي ومعرفة شخصية الضحايا وأقربائهم إلى ما هنالك، أولا لتوثيق حقوقهم، وثانيا لحصولهم على رد الاعتبار المجتمعي والرسمي، لأنه هذا أصبح شهيد. يعني قبل كان مختفي مغيب، والآن أصبح معرف أنه شهيد، بالتالي عائلته لها حقوق وامتيازات، أبنائه زوجته كذا، زائدا أنه تنجز بقية معاملاتهم. يعني هذا الابن أصبح يتيم، أصبح التركة يجب أن توزع، الزوجة أصبحت أرملة، إلى ما هنالك من تفاصيل وحقوق مدنية كفلها القانون لذوي الضحايا. يعني هم راحوا يم الله هاي الأرواح، بس إحنا شنو؟ يعني معاناتنا، تعبنا، نريد حقوق، نريد عيشة كريمة لأولادنا، فقدوا أبهاتهم هيك بدون سبب، مطالبنا نريد حقوقنا، نريد أولادنا يعيشون عيشة كريمة. إلى متى يعني؟ يعني مبينة ذيك إياها المرأة لا حول ولا قوة بمجتمعنا. من 2014 هاي اللحظة طبعاً إحنا يعني نعاني ما نعاني، مجرد يعني مستمسكاتنا وحقوقنا. طبعا احنا يعني نطلب من الله ثم الدوله، انه من الدوله العراقيه اكمال يعني حقوقنا ومستمسكاتنا، رغم احنا يعني ضحينا وانطينا، بس لهذه اللحظه ما يعني انطونا اي يعني مثل استحقاقنا. اصوات مبحوحه من ذوي الضحايا ومطالبات عديده ما تزال وقف التحقيق والتنفيذ منذ عده سنوات. أسئلة كثيرة، والسؤال الأهم: هل تم إغلاق حفرة الخسفة؟ وما الذي حصل؟ حقيقة من خلال المتابعة مع مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية في بغداد وقيادة عمليات نينوى، تبين وجود عملية ردم صارت قبل سنة ونصف إلى سنتين. الجهة اللي كان قامت فيها مجهولة، يبدو خلال فترة الحظر التجوال وكورونا احدى الجهات اقدمت على فعل هذا الشيء، لكن لحد يوم الخميس احنا متابعين مع قياده عمليات نينوى، هنالك مجالس لجان تحقيقيه من قياده الجيش، رئاسه اركان الجيش وقياده عمليات نينوى، هنالك يعني محاوله للتعرف على من هي الجهه اللي قامت بهذا الشيء، وهنالك كذلك اجراءات لمحاوله اعاده فتحها. مطالبات وامان بسيطه من ذوي الضحايا، منها إخراج جثامين ضحاياهم ودفنها وإكمال معاملات تعويضهم، لأنهم يرون هذا هو حق مشروع لهم.